تعالوا بوريكم الخيمة السحرية. عبد الله بالله الحين هذه اللي تشوفونها خيمة، هذه كم عرض وطوله؟ هذه 140 في 120 تكفي؟ تكفي؟ وهي مفتوحة 140 في 240. كم شخص تكفي؟ شخصين وطفل. ما شاء الله تبارك الله، تعالوا خلينا نشوفهم مع بعض. هلا صور لهم هنا، هلا بالغالين، ايش رايكم بالله؟ ابداع ابداع للناس العجازين واللي يبون خيمه سريع سريع، لا تفوتك. ترى ما يدخل لا مويه ولا مطر. فكها دقيقتين بس، عطهم سقف بالله يا شباب. شوفوا سقف البانوراما، تخيل انه في مطر بس، تخيل. ومن هنا بعد عطهم زاويه هذه على الشباب. على الشباب خليهم يشوفونها. ضد المطر، ضد غبار والنامس، عزل على كيف كيوفك. شيء من الاخر. بس يا بيه.